وانطلقت الآن أفراس الإنتاج في شوطها الثامن على جائزة حشاش الأرجاني يرحمه الله حد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثر. هذا الشوط لأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات فأكثر التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات يقام على مسافة 1800 متر. قيمة الجائزة 66,000 ريال وبمشاركة فوائد مختصرة: شمعات رماح ثاقبة، غروة الإصباح، ريتال مناورة، ناصحة، زنيات ثبتة، نجمة غانم، لعيون ديالة، عند الله شقرا بدور، وأقطار، وانطلاق سريعة لأفراس الإنتاج كما تشاهدون مجتمعة ومتقاربة فيما بينها تقريبا. والصدارة على ما يبدو لي ثاقبة في المركز الأول، وأيضا هناك محاولات من ناصحة من الخارج للتقدم بالإضافة إلى فوائد، وأيضا مختصرة، وأيضا لبقية الأفراس في هذه اللحظات مع اقترابها من علامة 800 متر. زنياتا من الداخل والصدارة لثاقبة في المركز الأول، ناصحة تأتي في من الخارج في المركز الثاني بالإضافة إلى زنياتا من الداخل، وأيضا محاولات من العيون ديالة أيضا في المنتصف بالإضافة إلى محاولات مختصرة من الخارج في أقصى الخارج، ودخول الأفراس الآن إلى الطريق المستقيم. محاولات ناصحة للتقدم في هذه الأثناء والانفراد بالصدارة في المركز الأول. التنافس شديد ما بين أفراس الإنتاج عمره 3 سنوات فأكثر في هذه الأثناء، والتنافس يشتد في الأمتار الأخيرة مع تقدم مختصرة في هذه اللحظات. مختصرة إلى الصدارة ودخول قوي أيضا من شمعة رماح من الداخل، ونوافيكم بعد الاحتكام إلى كاميرا خط النهاية بدخول ثنائي طبعا.